وولز، ريم السعيدي ومارتن رايكرافت. ريم بها الفينيز وولز، رحنا على فيينا ورجعنا. انتم مشاهدينا خليكم محلكم وحطوا علامه يلي برايكم تستاهلها ريم، لعبوا دوركم الكامل كحكم خامس ضروري. بس وقفي بدك تزيحي شوي لعند مارتن، وهيدي الورده لالك تما تبكي بحياتك. هيدي حدا وصيني عليها، قال ما بيحبوا يشوفوا دمعتك. لا لا لا، اوكي، ثانك يو ثانك يو للبيرسون يلي جاب لي البرده. يلا خلينا نشوف انا وياك راي دارن. ريم، a fairy tale princess with a fairy tale movie scene and a fairy tale dance. Thank you. The way you fixed your frame and you maintained it is the best I have seen anybody do all season. Without thank you. Wow. Beautiful poise, neckline, shoulder line never moved. Perfect. Thank very, you. Very nice. The only thing I would say now, we could have just done with a little bit more drive through the legs and feet, just to get the energy going a little bit more. But beautiful and by far your best dance. Thank you. Thank you. إذن دارن ريم بإجاز بيقول إنه كنتي مثل الأميرة، مبسوطة أو مثل بالأفلام بقصص الأميرات، حافظتي على الفريم والوضعية اللي كنتي فيها وما تحركوا كتافك والرأس، وكانت أفضل وضعية بتكون، كان حابب يشوف يمكن طاقة أكثر، بس من أول منافسة لهلا هيدي من أجمل الرقصات اللي أنت رأسيها. مازن، مثل ما قال دارن أميرة، ريم يعني الغزال، وبتونس البنت الحلوة بيقولوا لها لا غزال، ما هيك؟ فالليلة مش بس أنت، حتى رقصتك كانت كمان رقصتي مثل الغزال. بالفعل هاي أحلى رقصة لإلك، كنت بتمنى أشوف بس شغلة أحسن، وهي أكثر حياة بإيديك. اللاينز كانوا كثير حلوين وسوفت، ويمكن شوي زيادة، كان بدي اشوف فيهم اكثر حياه هيك. بالاخر رجعتي شديتي حالك وحافظتي على الموسيقى، وبالفعل مثل ما قلتي في شيء بدك تكسريه الليله اول ضربه وكسرتي شيء. الحمد لله. ثانك يو. شكرا مازن، وشكرا على الكلام الشاعري. تكرم. نعم. يا وسام. ميرا، شو لابقت لك هالرقصه؟ ثانك يو. بهيدي الرقصه، بهيدي الرقصه ظهرتي اناقتك وانوثتك، البوستشر تبعك، رقبتك، البرميت، في شوية تردد شوي بالبرميد بعد فيك تحسنيهم، لكن رقصة روعة. Thank you. Thank you. Thank you, lady. شكرا ميرا. ربيع، ما خلوا لي شيء احكي بقى. شكرا ربيع. اول شيء طعم، لا لا ما طعمت شيء يا شغله، لانه
عندي كثير احكي. اول شيء بدي تني على دارن. انديد هيدا كان اجمل فريم واجمل بروجكشن شايفها بحياتي بكابل بهيدا البروجرام، بالاخص بس طلعت وخلصت الفلاكر وعملت تشيك ات واز مارفلس. هلا ريم في بروبلم صغير، في عنا بالانس بروبلم، بس عم تكوني لحالك، يعني بس عم تغيري اتجاه خطواتك، تروحي وبدك ترجعي عم حس انه ما عم تعرفي وين تحطي وزنك مزبوط بالنسبه لاجرك، بس غير هيك بالكابل ات واز ريلي سمثينج. ثانك يو. ثانك يو. شكرا ربيع. اذا ريم مع هالاراء لجنه التحكيم الحلوه فيكي انت وحلوه تتمشي مع مارتن لا عند كارلا، تنشوف شو راح يكونوا العلامات يلي يستاهلوها من لجنه التحكيم ومنكم انتم مشاهدينا اللي عم تكونوا الليله الحكم الخامس. شو العلامه راح تحصل عليها ريم؟ اكيد وسام الحكم الخامس اللي هو المشاهدين وضع علامته، ما بقى في وقت هلا يوضع العلامه، اللي بده يوضع علامه لريم ومارتن وضعت. عن جد مثل الاميره اليوم بالابيض انت وهال كمان البارتنر amazing and charming partner you have. He's beautiful. Yeah, he's plus he's kind. Yeah, he is sweet. Yeah. He is Martin. طيب خلينا نشوف علامات اللجنه كيف رح تترجم لانه كانوا ارائهم جيده جدا ان شاء الله. منيح. إليكم علامات لجنة التحكيم. مازن كيوان 8. ميرا سماحة 8.5. ربيع نخاس على الفريم والبوزيشن بالكابل 8.5. كارل بنت 8. يعني إذا ربيع عطى 8.5 قديه جمهور ريم رح يعطي؟ ما بعرف، يمكن أعلى علامة بحطها ربيع لهلا ما بعرف. خلينا نشوف جمهور ريم شو بيعطيها. 8. يعني ربيع طلع أكرم من الجمهور و 41 على 50 مجموعك. أنتوا الكوبل الثاني. بديع جمع 46. بطبيعة الحال رح تكونوا بالمرتبة الثانية بس كثير. يا ديفنتلي. مبسوطة بالنتيجة. أول مرة بوصل لل 40 يعني. يا بيرفكت أميزنج. بنشوف الرانكينج بنشوف التابلو أمامنا بس لنتأكد من المرتبة. مثل ما شفتي ريم بالمرتبة الثانية. أكيد بنتمنى إنه ريم تضل بالأعالي وتبقى بالمنافسة وما نشوفها ولا مرة بمنطقة الخطر، وحتى تبقى ريم رجاءً ابعتوا اس ام اس بيتضمن دي اس 1 على ال 85 088 إذا كنتوا عم بتصوتوا من تونس.